بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع جديد وهو بخصوص الفاتي أسيد. طبعا هنا الفاتي أسيد ميتابوليزم سواء كان السينثيسيز أور بريك داون أنابوليزم أند كاتابوليزم أوف فاتي أسيد، والمصطلح اللي هو الفاتي أسيد ميتابوليزم. طبعا هنا الصورة المعلومة اللي حنحكيها انه في بدايه في عمليه الانابوليزم للفاتي اسيد، عشان نصنع الفاتي اسيد او الجسم او الخليه تلجا الى تصنيع الفاتي اسيد يجب ان يكون هناك كميات كبيره من الجلوكوز في جسم الانسان، وهنا بيتاثر عمليه التوجه للخلايا للفاتي اسيد للسينثيسيس تبعتها بتفعيل بعض الإنزيمات أو تأثير بعض الهرمونات على هذه العملية. فبنقول إنه مثلا يتم تصنيع الفاتي أسيد من المحفزات اللي هو تناول الطعام، يعني في الفيد ستيت هذا بيكون stimulation mechanism للفاتي أسيد synthesis uptake of increased amount of glucose and الخلية يكون فيها كميات كبيرة من الـ ATP، كميات كبيرة من الـ ATP، وبالتالي الخلية غير معنية بتصنيع طاقة أكثر، وهنا تلجأ إلى تخزين الطاقة في صورة مركبات دهنية اللي هي الفاتي أسيد. يبقى في عندي عملية الفاتي أسيد سينثيسيس تخضع إلى ستيميوليشن من ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو الفيد ستيت، الـ increase amount of glucose في داخل الجسم، وأيضا يكون في عندي كميات كبيرة من الـ ATP اللي هو الطاقة الخلوية. طبعا هنا جيد أنه ننوه أنه في حالة تناول كميات من السكريات عالية تفوق حاجة الجسم يبقى في عندي أنسولين كتير، وهنا الأنسولين الغرض منه إدخاله في داخل الخلايا لإنتاج الطاقة، لكن إذا كان في طاقة كثير يبقى هنا الغرض من إدخال الجلوكوز لداخل الخلايا هو تحويله إلى مسار تصنيع الفاتي أسيد كما هو موضح في الشكل الهام. لأن هاي الجلوكوز كميات كبيرة المفروض يصير له جلايكولايسز لأنه البايروفيت. طبعا البايروفيت بروح في كريبس سايكل. هنا لاحظ أنه عند الستريت حيصير في تراكم في الستريت، وهنا هو الستريت نقطة التحول للمسار لتصنيع الفاتي أسيد. أيضا الجلوكوز من خلال الالترناتيف باثوي اللي هو البنتوز فوسفيت باثوي، الغرض هنا مش تحويله إلى فاتي أسيد بقدر ما هو تصنيع الناد بي اتش الضرورية لعملية تصنيع الفاتي أسيد. يبقى عندنا الجلوكوز لما بيزيد عن حاجة الخلية أيضا بيدخل وبكون تصنيع الفاتي أسيد تحت تأثير الأنسولين. يبقى الأنسولين بيعمل ستيميوليشن للفاتي أسيد سينثيسيس، لكن هذا في حالة أن يكون الجلوكوز كميات كبيرة تفوق حاجة الخلية بالإضافة للفيد ستيت والكمية الطاقة العالية. أنا الأنسولين جيد أنه نذكر أن الأنسولين بيروح بيتفاعل مع أو بيرتبط على سطح الخلية على ريسبتور خاص لتنشيط إنزيم اسمه الفوسفوبروتين كينيز فوسفاتيز فوسفوبروتين فوسفاتيز فوسفو بروتين فوسفاتيز. الانسولين بيحفز ريسبتور او يرتبط مع ريسبتور موجود على سطح الخليه اسمه الفوسفو بروتين فوسفاتيز. هذا الانزيم له اثر مهم جدا على او هذا الانزيم له اثر مهم جدا على تنشيط انزيم اخر سياتي ذكره في المسار الداخلي. إذا الأنسولين بيرتبط على سطح الخلية مع بروتين ريسبتور بروتين اللي هو فوسفوبروتين فوسفاتيز اللي بدور بنشط إنزيم آخر لتصنيع الفاتي أسيد. لاحظ معي هنا ثاني أهمية الجلوكوز في البنتوز فوسفيت باثوي هو تصنيع الناد بي اتش الضروري لعملية الفاتي أسيد سينثيسيس. الشيء الثاني انه الجلوكوز لما بيزيد عن حاجة الخلية طبعا بتتم جلايكولايسيس بيروفيت، البيروفيت بتدخل داخل الميتوكوندريا بصير بيدخل في الكريبس سايكل وبصير يعني الستريت، لكن هنا الستريت بيتراكم في الخلية
وبيخرج إلى خارج الخلية عشان يتحول إلى أسيتال كوإنزيم A وأوكزالو أسيتيت. هذه الماليت أيضا الماليت لما بيتحول للبيروفيت بيطلع عندي الناد بي اتش، والأسيتال كوإنزيم A هو البريكيرسر تبع الفاتي أسيد. هذا بشكل سريع لملخص تكوين الفاتي أسيد سينثيسيس. نيجي للفاتي أسيد بايو سينثيسيس. احنا طرقنا وقلنا ان هناك مؤثرات كثيرة سواء منشطة او مثبطة، وقلنا انه من اهم هذه الانزيمات اللي بصير لها ريجوليشن هو هذا الانزيم اسيتايل كو اي كاربوكسيليز. اسيتايل كو اي كاربوكسيليز، لاحظ انه زيادة السيتريت، زيادة السيتريت هي منشطة لهذا الانزيم، يعني بتعمل ستيميليشن. ضيف على ذلك انه في هاي انرجي في الخلية ايضا بتعمل لي اسيتال كو اي كاربوكسيليز هاي. من المثبطات اللي هو اللونج تشين فاتي اسايل كو اي، لونج تشين يعني في عندي سلاسل طويلة من الفاتي اسيد تعتبر هذه عامل مثبط وانهبشن للاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم اللي هو جزء اساسي والريجوليشن انزيم للفاتي اسيد بايوسينثيسيس من خلال تحويله للاسيتايل كو اي الى مالونايل كو اي. هذا الانزيم مهم جدا. طيب نيجي لخطوات التصنيع. احنا ذكرنا انه من ابسط الدهون اللي بتدخل جسم الانسان واللي الانسان بيعتمد عليها في تصنيع الفات هو التراي اسايل جلسرول. تراي اسايل جلسرول، ذكرنا في البداية انه عملية البايوسينثيسيس للفاتي اسيد مرتبطة بثلاث منشطات لهذا المسار، وهو الفيد ستيت بالاضافة للجلوكوز والاي تي بي العالي. طيب هنا ستريت شاتل احنا تحدثنا وقلنا انه عندي الجلوكوز تم ادخاله لداخل الميتوكوندريا من خلال البايروفيت، وهنا البايروفيت حيدخل في الكريبس سايكل. في الكريبس سايكل الاسيتايل كو اي بواسطة الستريت سينثيز حيعطيني ستريت. الستريت حيمر بعدة خطوات عشان يصل للأوكزالوكسيتيت. هنا بيتراكم الستريت، والسبب انه وجود كميات طاقة عالية في داخل الخلية هذه تعتبر مثبطة للالفا كيتو جلوتاريت انزيم. الفا كيتو جلوتاريت انزيم هذا الانزيم اللي موجود في الكريبس سايكل بيثبط بواسطة الـ ATP، وبالتالي هنا بيزود من كميات الايزوستريت اللي بدورها حترجع لانها تعطي الستريت بكميات عالية. اذا وجود الطاقة العالية بيثبط الانزيم المسؤول عن تحويل الايزوستريت الى الفا كيتو جلوتاريت في الكريبس سايكل. هنا الايزوستريت بيزيد فبيكون مثبط وبيؤدي الى ارجاع تكوين الستريت بكميات كبيرة. هنا الستريت حيطلع برا الخلية ويعمل عليه انزيم اسمه ستريت لاييز. ستريت لاييز هنا الستريت لاييز حيعمل على تحويل الستريت الى اوكزالو اسيتيت، وايضا بيستهلك طاقة عشان يعطيني اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي الخطوة المهمة هان انه بيتحول من خلال اسيتايل كو اي كاربوكسيليز الى مالونايل كو اي. يبقى احنا عرفنا الخطوات هانا ليش الستريت طلع لبرا الميتوكوندريا، وهذا من خلال زيادة كمية الستريت. السبب في زيادة كمية الستريت هو وجود الطاقة العالية في الخلية، وبالتالي هي غير محتاجة للكريبس سايكل وانهائها في الدور الطبيعي تبعها الخاص فيها. وهنا الستريت بيطلع للخارج بيشتغل عليه انزيم ستريت لاييز اللي بيحوله الى اسيتايل كو اي، وطبعا جزء من الستريت، طبعا الستريت احنا بنعرف انه سداسي ذرات الكربون، فلما بيتحول لاسيتايل كو اي هاي اثنين بضل اربعة اللي هم ممثلين في الاوكزالو اسيتيت. الاوكزالو اسيتيت ستريت لاييز هذا الانزيم. لاحظ انه الستريت نفسه الموجود بكميات عالية هو منشط للكربوكسيليز هو والهاي انرجي،
وايضا كانزيم الهرمونات الاخرى اللي من ضمنها الانسولين اللي هو منشط ايضا للكربوكسيلاز، في حين انه الكورتيزول جلوكاجون اند اذر هرمون تعتبر مثبطه للكربوكسيلاز. وبالتالي هناك تو ميثود او تو واي اوف ريجوليشن للاسيتيل كو اي كربوكسيلاز. في عندنا الوستيريك ريجوليشن من خلال بوزيتيف الوستيريك ريجوليشن من خلال سيتريت، وانهيبيتور او نيجاتيف الوستيريك ريجوليشن من خلال اللونج تشين اوف فاتي اسيد كو اي اسايل كو اي. اما الهرمون ريجوليشن فهو من خلال بوزيتيف، بكون تاثير بوزيتيف على هذا الانزيم وستيميوليشن من خلال الانسولين. اما الجلوكاجون والكورتيزول فبيعتبروا انهيبيتور هرمون ريجوليشن لانزيم الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. لكن لاحظ معي ايضا هناك احتياجات لهذا الانزيم ممثله في الاي تي بي، بدنا طاقه عاليه وهي موجوده فعليا، البيوتين اللي هو من الكو انزيمز او الكو فاكتورز، والسي او 2 ثاني اكسيد الكربون عشان نحصل على المالونايل. المالونايل اللي هو ثلاثي ذرات الكربون، وهنا الاسيتيل ثنائي ذرات الكربون، عشان هيك قلنا احنا بنحتاج للسي او 2. يبقى في عندي خطوتين اساسيات في الاسيد فاتي اسيد بايوسينثيسيس، سيتريت شاتل، وهو انه يخرج السيتريت خارج الميتوكوندريا، وهذا بيكون نتيجة وجود هاي انرجي اللي هي مثبطة للانزيم المحول للايزوسيتريت الى الفا كيتوغلوتاريت. هنا بيتراكم السيتريت فبيؤدي الى خروجه برا الميتوكوندريا. السيتريت بيتحول الى اسيتايل كو اي بفعل انزيم سيتريت لاييز اللي بيحول ايضا السيتريت الى اوكزالوسيتيت واسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي بيتحول تحت تاثير انزيم اسيتايل كو اي كاربوكسيليز الى مالونايل كو اي في ظل وجود الاي تي بي بيوتين سي او 2. هذا الانزيم هو الريجولاتوري انزيم للفاتي اسيد بايوسينثيسيس، وهناك تو باثوي او تو ميثود لعمليه التنشيط او التنظيم. في عندنا الوستيريك ريجوليشن وفي هرمون ريجوليشن. الوستيريك ريجوليشن بوزيتيف اكشن للسيتريت على هذا الانزيم، في حين انه اللونج تشين فاتي اسايد كو اي تعتبر انهيبيتور لهذا الانزيم، وهذول الاثنين هم بيلعبوا دور مهم في الالوستيريك ريجوليشن. اما الهرمون ريجوليشن فقلنا البوزيتيف هو الانسولين، والنيجاتيف جلوكاجون اند كورتيزول. اذا طيب هنا في البدايه احنا ذكرنا انه الانسولين بيلعب دور مهم في عمليه التنشيط للفاتي اسيد بايوسينثيسيس في حاله وجود السكريات بكميات كبيره. قلنا انه عمله او ارتباطه بكون على ريسبتور موجود على سطح الخليه اللي هو الفوسفوبروتين فوسفاتيز. هذا الانزيم او هذا الريسبتور البروتين بيعمل على تنشيط الكربوكسيليز. الكربوكسيليز هذا بيكون في صوره دايمرز اوف اسيتايل كو اي كربوكسيليز، وبتكون هنا لما يكون دايمر بيكون ان اكتيف، فلما بتحول الى بوليمر بيصير اكتيف. مين اللي بيحول الى بوليمر؟ اللي هو الفوسفوبروتين فوسفاتيز اللي بتنشط بواسطه السيتريت وايضا بواسطه الانسولين. اما البروتين كاينيز اي فوسفوريليشن اللي هو بيعمل على تحويل الاكتيف فورم من الاسايل اسيتايل كو اي كربوكسيليز الى الان اكتيف، يعني البوليمر من هذا الانزيم بيحوله الى دايمرز، فهو عمليه عكسيه. يعني اللونج تشين بتعمل على تحويل البوليمر هذا الانزيم الى دايمرز من خلال بروتين كينيز اي. اما الاسيتريت والانسولين فهم بينشطوا هذا الكربوكسيليز وبيعملوا على تحويله من الدايمر الى البوليمر من خلال الفوسفو بروتين فوسفاتيز. ننتقل الى صورة اوسع في عملية، طبعا هنا الجزئية مشتركة، وصلنا الى انه في عندي المالونايل كو اي. المالونايل كو اي هنا بيتداخل مع او بيكون في انزيم اخر لعملية التصنيع
وهذا الإنزيم اللي هو الأسيتايل أسايل بروتين اللي دوره إنه يعمل عملية إضافة للأسيتايل كو اي تباعا لتكوين اللونج تشين الخاصة ب الفاتي أسيد. يبقى عندنا الإنزيم أسايل كارير هنا بتم انا من عندي فهذا المانوناير بيفقد واحدة فبصير يضيف اثنين اثنين للسلسلة الطويلة من الفاتي اسيد. ثاني عندنا المانونايل كو اي هو هنا هذا المانونايل اي كو اي بيتم اضافته على او بيرتبط مع اسايل كارير بروتين اللي هو مسؤول عن اضافة الاسيتال كو اي تباعا اللي هم ذرتين كربون مع بعضهم البعض. فالمالونايل هنا بيفقد ذرة كربون من خلال السي او 2 هنا اللي بتطلع في عملية اسمها الكوندنسيشن. الخطوة الثانية اللي هي الريدكشن وهذه بتحتاج الى الناد بي اتش وتحويله الى ناد بلس. بعدها الديهيدريشن لانه بيفقد مية وايضا ريدكشن اخرى تحويل الناد بي اتش الى ناد بي. في الخلاصة هنحصل على سلسلة طويلة من ذرات الكربون الثنائيات مع بعضها البعض البالميتات او البالميتك اسيد اللي هو 16 ذرة كربون. اذا هنا هنا الالونجيشن اللي بصير في داخل الميتوكوندريا من خلال الكوندنسيشن الريدكشن الديهيدريشن اند ريدكشن. هذه الخطوات التفاعل اللي بتتم في عملية الفاتي أسيد سينثيسيس من خلال بروتين اسمه أسايل كارير بروتين أسايل كارير بروتين. طبعا هنا من المثبطات أيضا إنه المالونايل كمركب المالونايل كو إي هنا المتكون وإنزيم A نفسه بيروح بيثبط عملية الكاتابوليزم للفاتي أسيد أو ما يقصد بها بالفاتي أسيد أوكسيديشن البيتا أوكسيديشن بيتم تثبيطها. مين اللي بيثبطها؟ المالونايل اللي حيشتغل على ريسبتور خاص اللي هو الكارنتين أسايل ترانسفيريز 1 اللي موجود في الميتوكوندريا. وهذا حتيجي الخطوات عملية إنتاج الطاقة من الفاتي أسيد أو عملية الكاتابوليزم للفاتي أسيد وحنذكرها لقدام. لكن هنا حنركز على عدة شغلات من أهمها الخطوات اللي بتم من خلال الفاتي أسيد سينثيسيز هي كوندنسيشن ريدكشن ديهيدريشن أند ريدكشن. الكوندنسيشن بيتم فيه ربط الدرتين الكربون الجايين من المالونايل كو إي اللي أتى من الأسيتايل اللي جاي من الستريت مع الأسيتايل اللي موجودة على الأسايل كارير بروتين. هنا بيتم حذف ذرتين ذرة كربون. في ريدكشن تحتاج إلى ناد بي اتش. من وين جبنا الناد بي اتش هذا؟ جبناه إما من تحويل الماليت إلى بيروفيت أو من البنتوز فوسفيت باثوي. نفس الشيء هنا الريدكشن بيحتاج إلى ناد بي اتش والديهيدريشن هو التخلص من ال H2O. أنا بنيجي للعملية الأخرى اللي هي عملية استهلاك الطاقة. طبعا هناك كل الفاتي أسيد بنفس الطريقة يتم إنتاجها أو خلينا نقول الدهون. أنا لو أنا بدي أعمل العملية العكسية وهي البيتا أوكسيديشن. البيتا أوكسيديشن والمقصود فيها الكاتابوليزم وإنتاج الطاقة من خلال مصدر الدهني. قلنا انه في عندنا كارنيتين بروتين ترانس فيريز 1 اللي موجود في الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين. هذا البروتين نفسه
يتم تثبيطه من خلال المانونايل كو اي اللي ذكرناه في عملية البايو سينثيسيس للفاتي أسيد. هذا البروتين هو مسؤول عن إدخال الكو اي الأسايل كو اي إلى داخل الميتوكوندريا، هو بدخله في بداية إلى ما بين الأوتر ممبرين والإنر ممبرين بمركب آخر اللي هو ترانسبورت بروتين للكارنيتين أسايل، بتم إدخاله إلى داخل الماتريكس زي ما هنا حنشوف. وهنا الأسيتيل كو اي بيدخل في البيتا أوكسيديشن، لأن البيتا أوكسيديشن بتتم في داخل الماتريكس الخاصة بالخلية. طبعا هنا ما يحفز هذا المسار هو اللونج تشين اوف فاتي أسيد، لأنه بتصير تكسيرها إلى أسيتيل كو اي اللي حيدخل لداخل الماتريكس تاعت الميتوكوندريا. فاللونج تشين فاتي أسيد هو منشط لهذا المسار. إذا بداية قلنا في عندي اللونج تشين من الفاتي أسيد اللي هو هنا بيصير عملية فصل للأسايل كو اي وربطها مع الكارنيتين اللي موجود خارج الخلية. وهنا الغرض من الارتباط بالكارنيتين هو السماح بدخول الأسايل كو اي إلى داخل الماتريكس. وفعليا هنا العملية هذه بتحتاج إلى activation، يعني تنشيط للفاتي أسيد لربطه مع الكارنيتين، وهذا بيتم من خلال استهلاك الطاقة وتحويل الـ ATP إلى ADP. يعني أنت بدك تربط الفاتي أسيد بالكو A، بدك تربط الفاتي أسيد بالكو A أو الأسايل كو A، هذا يجب ربطه. وبالتالي هنا العملية بتحتاج إلى طاقة عالية تستخلص من الـ ATP، فهذا تسمى الـ Activation of Fatty Acid. إذا الخطوة الأولى من الـ Fatty Acid Catabolism هي الـ Activation of Fatty Acid، وهو ربط الـ CoA مع الـ Fatty Acid من خلال Fatty Acid CoA Synthetase اللي هي Thiokinase. هنا بعد الارتباط طبعا بيتم ادخال الفاتي اسيد الى الميتوكوندريا من خلال الكارنيتين ترانسفيريز سواء 1 اللي موجود في الاوتر ميمبرين او 2 اللي موجود في الانر ميمبرين. طبعا هنا الخطوات قلنا هاي الفاتي أسيد من خلال ATP صار أسايل أدينايليت اللي هو الأكتيفيشن، وقلنا الغرض منه هو ربط الكو اي مع هذا المركب من خلال أسايل كو اي سينثيتيز. الأسايل كو اي لما ارتبط وصار في عندي هنا بيسمح بارتباطه مع الكارنيتين من خلال كارنيتين أسايل ترانسفيريز 1. هنا الكارنيتين بيسمح بدخوله إلى داخل الميتوكوندريا، عملية الترانسلوكيشن من خلال بروتين اسمه ترانسلوكيز. لما الأسايل كارنيتين دخل في داخل الخلية من خلال تايب 2 بتم ربطه إرجاعه إلى الكو اي، وهنا الكارنيتين بيرجع مرة أخرى للحصول على أسايل آخر وإدخاله مرة أخرى داخل الميتوكوندريا. الأسايل كو اي اللي ارتبط بالكو اي واصبح في داخل الميتوكوندريا هو اللي بده يصير له عمليه، او الفاتي اسيد هو اللي بده يصير له عمليه الديجريديشن، وهنا الفصل بيكون ثنائيات ثنائيات عشان احصل على اسيتيل كو اي اللي بدوره سيتم ادخاله للكريبس سايكل وانتاج الطاقه. طبعا هنا في انزيم اسايل كو اي ديهيدروجينيز، يبقى العمليه اوكسيديشن أول عملية اللي هو الأوكسيديشن، بعديها الهايدريشن، أوكسيديشن هايدريشن، بعديها أوكسيديشن، بعديها ثيوليز اللي هو عملية الكليفج أو القطع عشان أحصل على مركب ذرتين كربون اللي بدوره بيستخدم في إنتاج الطاقة.
فلاحظ هنا عندي double bond in the wrong place could interfere with this pathway. Isomerase and reductase ensure that A, all double bond are in odd number position. All double bond are in the trans isomerase. Isomer. طبعا هنا الدبل بوند حتأثر على هذه العملية لأن أنا بدي أتخلص من الدبل بوند وممكن تطبق لي عملية إنتاج الطاقة وحنشوف هذا من خلال الـ saturated والـ unsaturated ونشوف الاختلاف في عملية إنتاج الطاقة. أنا the overall effect of this cycle is to remove two carbon from the fatty acid on each term. في كل لفة بدي أشيل اثنين fatty acid في صورة acetyl CoA من المركب الفاتي أسيد. It is very similar to fatty acid synthesis لكن عكسية. هي مشابهة لعملية التصنيع لكن بتكون عملية عكسية. NAD is used as an electron carrier for anabolic pathway. أنا بيستخدم الناد كحامل للإلكترونات في المسارات البنائية. الناد اللي هيستخدم هو إلكترون كارير. طبعا لاحظ معي انه الخطوة الاولى هنا حولت الفاد الى فاد اتش 2 في حين انه هنا الخطوة الاكسيديشن الثانية بتتم من خلال الناد بلس الى ناد اتش. يبقى عملية الاكسيديشن للفات اسيد او للفصل الاكسيديشن البيتا اكسيديشن بتتم فيها انتاج في الخطوة الاولى الفاد اتش 2 في كل رن أو تيرم وأيضا ناد H بلس H اللي هو الإلكترون كارير ويقولنا هنا في استهلاك للطاقة الـ ATP في 2 ATP بيتم استخدامه في 2 ATP بيتم استخدامه. يبقى العملية هذه حتعمل لي فقد لـ ATP أثناء عملية الـ Activation وبتنتج لي في كل فصل للأسيتايل كو اي واحد فاد اتش 2 واحد ناد اتش. طيب هنا الخطوات اللي هو العملية العكسية ما بين البيتا اوكسيديشن والفاتي اسيد بايوسينثيسز. قلنا المركب اللي بيدخل في عملية الفاتي اسيد بايوسينثيسز وبيداها اللي هو المانونايل كو اي من خلال ارتباطه على اسايل كارير بروتين. الخطوة الاولى اللي هي الكوندنسيشن وهنا بيتم فقد CO2 لأنه أنا بضيف 2-2 من الفاتي أسيد لتصنيع سلسلة الفاتي أسيد. الخطوة الثانية الريدكشن تحتاج إلى ناد بي اتش. الخطوة اللي بعديها ديهايدريشن والآخر خطوة اللي هو الريدكشن من خلال الناد بي اتش عشان أحصل على سلسلة طويلة من الفاتي أسيد مرتبط بالكوهين. البيتا أوكسيديشن هي عملية عكسية. الخطوة الأولى اللي هي ديهايدريشن أو أوكسيديشن. الخطوة الثانية هيدريشن، الثالثة ديهايدريشن أو أوكسيديشن، وآخر خطوة اللي هي ثيولايتيك كليفج لفصل أسيتايل كو إي اللي بيدخل بدوره الكريبس سايكل عشان ينتج لي الطاقة. عملية البيتا أوكسيديشن بتنتج لي واحد فاد وواحد ناد. وهنا يجب التنويه إلى مسألة وهي انه لو كان في عندي طبعا احنا لما نيجي نحسب مثلا عندي نحسب كمية الطاقة من هدم مركب مثلا زي البالميتيك اسيد. البالميتيك اسيد معروف انه هو ساتوريتد فاتي اسيد. كم ذرة كربون فيه زي ما هو موجود هنا 16 ذرة كربون. يبقى لما انا بدي افصل كل اثنين لحال انه حينتج لي 8 اسيتايل كو اي 8 اسيتايل كو اي لكن كم ناد اتش وكم فاد اتش 2 مش احنا قلنا هنا انه في عندي فاد اتش 2 وناد اتش بلس اتش حتنتج من كل بيتا اوكسيديشن سايكل.
ومعروف انه في الرن الوحده للكريب سايكل من خلال الاسيتايل كو اي تنتج لي 12 اي تي بي، الرن الوحده بتنتج لي 12 اي تي بي، يبقى 8 اضرب 8 في 12 بتطلع 96. 96 هذول من ال 8 اسيتايل. طيب البيتا اوكسيديشن كم مره بدها تصير في البالميتك اسيد؟ احنا قلنا هتنتج لي 8، لكن فعليا المنتج من الناد اتش والفاد اتش 2 هم 7. ليش؟ لانه اخر اربعه انا بفصلهم في عمليه واحده، اخر اربعه من الفاتي اسيد مرتبطين بفصلهم في عمليه بيتا اوكسيديشن واحده، وبالتالي الناد اتش والفاد اتش 2 المنتج من البيتا اوكسيديشن بيكون عدد الاسيتايل كو اي ناقص 1 حيكونوا 7، وبالتالي بنيجي الناد اتش 7 ناد اتش و7 فاد اتش 2، 7 فاد اتش 2 بيعطيني 14 و7 ناد اتش بيعطيني 21، اجمعهم كلهم واطرح منهم الاكتيفيشن هم 2 اي تي بي، بيطلع عندك مجمل الطاقه المنتجه من خلال مركب فاتي اسيد زي البالميتيك اسيد. النقطه اللي بدنا نوه لها انه ان كان هناك رابطه ثنائيه، يعني عندي فاتي اسيد ان ساتوريتد، عند الرابطه الثنائيه بتتلاشى الخطوه الاولى اللي هي الديهيدريشن في البيتا اوكسيديشن، فبدك تاخذ بالك ان كان هناك روابط ثنائيه في الفاتي اسيد اللي بيصير له بيتا اوكسيديشن، فهذا بيعني انه انا في عندي فقد لفاد اتش 2 لانه الخطوه الاولى هذه بتتلاشى ومش موجوده. فمثلا لو جيت اقول والله عندي مركب زي الاوليك اسيد، اوليك اسيد الاوليك اسيد فيه 18 ذره كربون وعنده رابطه ثنائيه واحده، فلما بدي اجي احسب البيتا اوكسيديشن بقول فعليا انا عندي من ال 18 في عندي 8 او 18 بيكونوا 9 اسيتايل كو اي، يعني 8 ناد اتش، لكن بقول الفاد اتش عندي 7، والسبب انه في عندي رابطه ثنائيه تلاشى عندها الخطوه الاولى من البيتا اوكسيديشن فلا يتم انتاج الفاد اتش 2 وتخصم من الحساب. فلما بدك تيجي تقول والله ستيريك اسيد بدي اقارنه مع الاوليك اسيد بلاقي انه ستريك اسيد اعلى في انتاج الطاقه من الاوليك اسيد، الاوليك اسيد اعلى من الاولونيك اسيد واللينوك اسيد، وهذا بكون من تلاشي الفاد اتش الناتج من الخطوه الاولى، والسبب انه في روابط ثنائيه. اخر نقطه هنا تم الحديث عنها وهي انه الاسيتايل كو اي اللي داخل في انتاج الطاقه هنا لا تستمر في الكريبس سايكل، خصوصا اللي هي جايه من الاسيتايل كو اي اللي جاي من الفات. ليش؟ لانه الاسيتايل كو اي اللي جاي من الفات بده يدخل الكريبس سايكل، بعد فتره بتلاقي انه الاوكسالو اسيتيت بيتلاشى لانه مش متجدد، مش موجود نتيجة ارتباط الأسيتايل كو اي معه، وحيكون في انتاج للطاقة بكميات كبيرة، فبيلجأ هنا الأسيتايل كو اي اللي جاي من تكسير الدهون الى انتاج الكيتون بادي، بينتج من خلال الكيتون بادي او بيصير انتاج الكيتون بادي لانه ما فيش عندي سكريات، واحنا قلنا انه استهلاك الدهون والفات كمصدر ثانوي مخزن للطاقة في حالة عدم وجود السكر، يبقى الكيتون بادي تنتج من الدهون والبروتينات عند عدم توفر السكر، والأسيتايل كو اي اللي جاي من الفاتي أسيد أنا بروح بينتج لي مركبات لها علاقة بالكيتون بادي من خلال انزيم مثلا الاسيتايل كو اي، من خلال انزيم اسمه ثيوليز يعطيني اسيتو اسيتايل كو اي، الاسيتو اسيتايل كو اي من خلال انزيم اسمه السينثيز اللي هو البيتا هيدروكسي ميثايل جلوتاريت سينثيز
عشان يعطيني مركب اسمه البيتا هيدروكسي ميثايل جلوتيريل اللي من خلال ريدكتيز انزيم بيعطيني ميفالونيك اسيد اللي هو البريكيرسر للكوليسترول. وهيك بنكون وصلنا ل طبعا ايش اهميه الكيتون بادي الناتجه، وهذا بنشوفه في حالات مرضيه زي مرضى السكر، اللي من مرضى السكر ممكن يدخلوا في حاله اسمها ديابيت كيتو اسيدوسيز، وهي حمضيه الدم الناتجه عن تكون الكيتون بادي عن نتيجه اعتماد جسم الانسان في هذه الحاله على الدهون كمصدر للطاقه، وبالتالي بتتكون كميات كبيره من الكيتون بادي. وهنا الكيتون بادي حيتكون في الجسم اللي هو عندي اكثر من نوع، البيتا هيدروكسي بيوتريت والاسيتون والاسيتو اسيتات، وهذول حيعملوا الحامضيه في الدم. طبعا هذه مصادر للطاقه في البرين، لكن بعد فتره حتعمل لي حاله من الاسيديتي. الاسيديتي هذه حتعتبر كرسائل من البرين للاستومك انها تحفز الفوميتنج، والفوميتنج هيعمل على اخراج كميه كبيره من السوائل، فحيصير في عندي هايبوفوليميك، وممكن يدخل الانسان هنا في حاله من الكوما والغيبوبه. اذا استمرت بصير في عندي ديث، بتؤدي الى الوفاه. هذا بالنسبه لمحاضره الفاتي اسيد ميتابوليزم ما بين البايوسينثيسيس والاوكسيديشن. السؤال الموجود كواجب كهومورك لجميع الطلبة، وهو اختيار 5 أنواع من الفاتي أسيد وحساب الطاقة الناتجة من كل فاتي أسيد بالكلام اللي احنا شرحناه. طبعا بدنا 3 فاتي أسيد ساتوريتد و2 فاتي أسيد، 1 بولي و1 مونو unsaturated fatty acid، وحساب كمية الطاقة الناتجة من 5 أنواع من الفاتي أسيد. يعطيكم ألف عافية.